ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شهدت منطقة أوريكا إقليم الحوز عصر يوم الأحد تساقطات مطرية مهمة أدت إلى حدوث فيضان وادي أوريكا من جديد، حيث تسببت في بعض الأحيان سيول الأمطار الغزيرة التي تضرب المنطقة في قطع بعض الطرقات وإلحاق خسائر مادية خصوصا بالمطاعم المجاورة للوادي. وشهدت العديد من المناطق بإقليم الحوز تساقطات مطرية متوسطة في الأيام الأخيرة، وهو ما أنعش أمال الساكنة القريبة من الوادي والفلاحين بضمان مياه الشرب والري لسقي الأراضي الفلاحية، وذلك بعد تراجع منسوب مخزونات المياه بجهة مراكش إلى مستويات غير مسبوقة بسبب تداعيات موسم الجفاف وتفاقم حدة التغيرات المناخية.